بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين نباتات وأشجار مثمرة، ازيكم عاملين ايه؟ متابعة زراعة الذرة الشامية. طبعا الذرة الشامية دي اللي كنا زرعناها مع بعض في فيديو قبل كده، هنتابع مع بعض خطوة بخطوة. طبعا هنا الري بتاعي وأنا بروي الذرة، الري عندي ري غمر، وأنا بروي غمر هنا. طبعا الأرض بتاعتي أرض جيدة الصرف، أرض جميلة جدا، فعشان كده أنا ما بشغلش بالي تشبع مني قوي كده. كده الذرة نبات بيحب المية، اتملت مني مية مش مشكلة، خدت تاخد كفايتها، وكده كده الأرض جيدة الصرف. دي الموتور اللي بروي بيه. هنا زي ما انتم شايفين الذرة بتاعتنا ايه. مش محتاج بقى ان انا اطلب منكم كل شوية دعم، ادعموني بلايكات واشتركوا في القناة، ويا ريت لو حد يقدر يخدمني ويعمل شير للفيديو اكون شاكر جدا. هنا الذرة بتاعتنا اهي، عمر 45، هنا الذرة عمر 65 يوم تقريبا، لما بدأت بقى تطلع الثمار او الكيزان بتاعتها. شايفين النباتات؟ مش بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا. الارض دي انا تعبت فيها، والزرعة دي انا تعبت فيها وخدمتها كويس. شايفين الزرع ما شاء الله، لون الزرع وطوله وقوته بتدل على صحته. طبعا لون الزرع كده كده، لون الزرع عنوان الصحة بتاعة النبات، عنوان صحة النبات لونه الاخضر الجميل ده، الغامق اللي بيلمع ده. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين دي الزهرة بتاعتها اهي، بدأت معايا تطلع الزهرة وتطلع الثمار، وربنا يكرم الجميع يا رب. وما تنسوش اشتراككم في القناة واللايكات وشيروا الفيديو. نفسي نفسي الاقي عندي فيديو ضرب وفرحوني بالشير وباللايك. طبعا الثمار اهي، انا مختار ذرة كويسة جدا، انا مختار نوعية جميلة. العود عندي بيشيل ثمرتين زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. الزهرة كلها بدأت تطلع اهي، وهنا الثمار زي ما انتم شايفين اهو. كل عود ما شاء الله عندي شايل ثمرتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.